السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين النهارده مع بعض فى لقائنا هتكلم عن رؤية الكيك او الكيكة فى المنام ولكن الرؤية هنا هتكون للنساء وهنقول بقي ان رؤية شراء الكيك في المنام من الرؤى الجميلة والمحمودة اللي بتدل للرائي على قدوم الاخبار السعيدة ليه في الطريق يعني هنقول بقي كده اول حاجه الفتاه العزباء وان شافت رؤيه في المنام ان هي بتشتري كيك فالرؤيه دي ان شاء الله سبحانه وتعالى دلاله ليها على قرب خطوبتها وكمان دي كانت امنيتها فعلا اللي هي بتتمناها في الواقع اما ان كانت الفتاه العزباء بقي لسه في الواقع بتدرس وكانت امنيتها في الواقع النجاح والتفوق فالرؤيه هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى دلاله ليها علي تفوقها في دراستها وهنقول كمان برضو ان الفتاه العزباء وان شافت رؤيه في المنام ان هي بتاكل الكيك مع شخص تاني اخر فالرؤيه دي هتكون دلاله ليها على ان في مشروع قادم اليها في الطريق والمشروع ده هيكون مشروع خطوبه ان شاء الله والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم. طيب ونشوف مع بعض بقى كده المراه المتزوجه اللي في الواقع بتنتظر من اليوم للتاني ان هي تحمل وترزق بالابناء وشافت رؤيه في المنام ان زوجها بيشتري كيك وبيهديها ليها فالرؤيه هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى دلاله ليها على قرب حملها في الواقع. ونقول كمان برضو ان المرأة المتزوجة وان شافت رؤية في المنام ان هي بتصنع الكيك وشافت المقادير بتاعة الكيك دي وهي بتصنعها اللي هي بقى الدقيق والبيض والسكر وهكذا فالرؤية دي هتكون دلالة ليها على قدوم رزق وخير ليها بس بعد فترة مش هتكون طويلة اما ان المراه المتزوجه وان شافت رؤيا في المنام ان هي بقى بتخبز الكيك او ان هي بتضعها في الفرن يعني فالدلاله ليها على قرب الخير والرزق في وقت قريب جدا اما ان المراه المتزوجه وان شافت رؤيه في المنام ان هي اخرجت الكيك من الفرن وان هي استوت واصبحت صالحه للاكل فدلاله ليها على الرزق والخير اللي قريب جدا جدا جدا, جداً جايين اليها في الطريق وكمان برضه هنقول ان المرأة المتزوجة وان شافت رؤية في المنام ان هي بتصنع فعلا الكيكة يعني بتحط المكونات بتاعتها على بعض داخل الرؤية فالرؤية دي دلالة ليها ان هي في الواقع ربة منزل جيدة وزوجة وام جيدة وان هي بتعرف كيف تدبر امور اسرتها بالكامل وتتابع احوال الاسرة اول بأول يعني من الاخر كده هي العمود الاساسي في البيت وليست مجرد زوجة وخلاص طيب وهننتقل بقى من المرأة المتزوجة إلى المرأة المطلقة ورؤيتها الكيك في المنام وهنقول إن هي إن شافت الرؤية في المنام إن هي كانت قاعدة مع طليقها وهما الإتنين كانوا بياكلوا كيك طعمه حلو وجميل داخل الرؤية فالرؤية دي هتكون دلالة ليها على قرب عودتها إلى طليقها مرة تانية والزواج منه بس المرة دي هتعيش معاه حياة جميلة وأفضل اما ان المراه المطلقه وان شافت نفس الرؤيه اللي فاتت دي بس ان هي كانت قاعده بتاكل الكيك مع رجل غريب ما تعرفوش فالرؤيه هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلاله ليها على ان هي ستتزوج ولكن من رجل اخر غير طليقها ولن تعود الى طليقها اما ان بقى المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان هي كانت قاعدة بتاكل الكيك بس لوحديها وما كانش في حد قاعد بياكل معاها الكيك وكانت مبسوطة وسعيدة داخل الرؤية فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى دلالة ليها ان هي لا هترجع لطلقها ولا هتتزوج من رجل اخر ولكن هتعيش كده دون زواج ولكن ستنعم بهذه الحياة وهي امرأة مطلقة والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم. طيب وننتقل كده بقى من المرأة المطلقة ورؤيتها للكيك في المنام إلى المرأة الحامل لما تشوف الكيك في المنام هيكون تفسيره إيه؟ ونقول بقى إن رؤية المرأة الحامل للكيك في المنام دلالة ليها على سهولة الولادة إن شاء الله سبحانه وتعالى وسلامتها بعد الولادة هي والمولود والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وأشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.